السلام عليكم خوتي اخواتاتي، مرحبا بكم معنا من جديد في هذه العروض الوطنية لبيم المغرب اللي هتكون يوم الغد ان شاء الله الجمعة 2 غشت 2024. على بركة الله غادي نبداو الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. ولا عجبكم المحتوى وعجبكم الشرح ديالي الله يجازيكم بخير، ما تبخلوش علينا باللايك والاشتراك وتخليو لنا تعليق نشوفوا فيه الرأي ديالكم في هذا المحتوى. بسم الله على بركة الله. كاين ايضا هاد الطقم ديال خلاط يد سي دو ميكسور بلونجون اللي عنده واحد لا كاباسيتي ديال الكاس ديالو 1 لتر. لا بويسونس اللي جا به هاد الميكسور بلونجون 300 واط، غادي يلقاوه بالثمن ديال 180 درهم اللي هي 3600 ريال. لا ماتيير باش مصنوع اسي انوكسيدابل. معنا هذا الخلاط الكهربائي ميكسور بلاندر الكتريك من لامارك افوس، سعه الكاس الزجاجي ديالو 1.5 لتر، لا بويسونس 600 واط زائد الكاس ديال العطريه، غادي يلقاوه ب 180 درهم اللي هي 3600 ريال. كاين ايضا هذا الصحن زجاجي اسيت اونفير اللي القطر ديالو 28 سنتيم، غادي يلقاوه ب 20 درهم اللي هي 400 ريال. كاين ايضا هذا المنظم متعدد الاستعمالات اورغانيزاتور دو كويزين ملتي فونكسيون اللي جانا من البلاستيك كيف ما كنلاحظوا، هذا هو الشكل ديالو، فغادي يلقاوه بثمن 40 درهم اللي هي 800 ريال. كاين ايضا هذه المجموعه ديال العلب ديال المطبخ اللي جاونا بثلاثه ديال القياسات مختلفه من الصغير للكبير. بالنسبه لهاد العلب الصغار السعه ديالهم 710 مليلتر، المتوسطين 1600 مليلتر، العلب الكبار 2700 مليلتر. 9 ديال الوحدات منهم غادي يلقاوهم 80 درهم اللي هي 1600 ريال. كاين ايضا هذه العلبه ديال الادويه الاسبوعيه بواط دو ميديكامون. هاد العلبه ديال الادويه جاتنا بزاف ديال الوينات مختلفين، غادي يلقاو الواحده ب 7 ديال الدراهم اللي هي 140 ريال. معنا ايضا هاد المنظم ديال البيض اورغانيزاتور دي زوف، جانا بجوج ديال القياسات. بالنسبه لهاد الصغير اللي كيهز 6 ديال الوحدات ديال البيض غنلقاوه ب 7 ديال الدراهم اللي هي 140 ريال، جا فيه جوج ديال الوينات. اما هاد المنظم الكبير اللي كيهز 12 البيضه غادي يلقاوه ان شاء الله بالثمن ديال 10 دراهم و90 اللي هي 220 ريال. كاين ايضا هذه المجموعه ديال ثلاثه ديال العلب ديال التحفيض بلاستيكيه بالغطاء ديالهم، السعه ديال كل وحده 900 مليلتر، جاونا بثلاثه ديال الوينات مختلفين، هما بثلاثه غادي يلقاوهم 15 درهم اللي هي 300 ريال. كاين ايضا هاد الفرشات للحمام بروس دو تواليت اللي جاتنا من البلاستيك وفيها بزاف ديال الالوان مختلفه من بينهم الابيض والاسود والرمادي، غادي نلقاوها ب 30 درهم اللي هي 600 ريال. كاين ايضا هاد المجموعه ديال الادوات للحمام سي دو 3 اسيسوار سال دو بان، هما بثلاثه بهم، هذا هو الشكل ديالهم، غادي نلقاهم 80 درهم اللي هي 1600 ريال. كاين ايضا هاد العلبه الزجاجيه اللي جاتنا بجوج ديال القياسات، بالنسبه لهاد الصغيره العلبه الزجاج اللي الغطاء ديالها بلاستيكي، السعه ديالها 720 مللتر، غادي يلقاوها ب 26 درهم و90 اللي هي 540 ريال. اما هاد العلبه الثانيه اللي جاتنا بثمن ديال 40 درهم، فالقياس ديالها كاين ايضا هاد العصا للبس الاحذيه اللي جا فيها حتى هي اللوينات من البلاستيك، غادي يلقاوها ب 5 ديال الدراهم القطعه الواحده يعني 100 ريال. كاين ايضا هاد المجموعه ديال ثلاثه ديال الكؤوس اللي جاونا بثلاثه ديال لي ديزاين مختلفين، هما بثلاثه غادي يلقاوهم ب 30 درهم اللي هي 600 ريال. كاين ايضا هاد المنظم ديال الاحذيه غوم اشوسيور ستار من البلاستيك، غادي يلقاوه 8 ديال الدراهم اللي هي 160 ريال. كاين ايضا هاد المجموعه من ثلاثه المصابيح مع جهاز تحكم عن بعد، هاد ثلاثه ديال المصابيح مع التليكوموند ديالهم غادي يلقاوهم 50 درهم اللي هي 1000 ريال.
كاين ايضا هاد القاروره، هاد البوتاي الزجاجيه اللي السعر ديالها 1 لتر، غادي يلقاوها ب 20 درهم اللي هي 400 ريال. كاين ايضا هاد الوعاء للقياس بو اميزوري من البلاستيك، واللي لا كاباسيتي ديالو السعه ديالو 500 مليلتر، نص سترو، غادي يلقاوه بثمن 5 درهم و90 اللي هي 120 ريال. بالنسبه لهذا اللوح للتقطيع مع المصفات ديالو بلونش اديكوبي افيك باسوار من البلاستيك، غادي يلقاوه بالثمن ديال 12 درهم و90، 260 ريال، جاب جوج ديال الوينات. كاين ايضا هاد المجموعه ديال جوج ديال العلب للتحفيض اللي السعه ديالهم 1500 مليلتر في كل واحد، هما بجوج غادي يلقاوهم ب 15 درهم اللي هي 300 ريال، جا فيهم 3 ديال الوينات مختلفين، هادو من البلاستيك. معنا ايضا هاد الفرشات للتنظيف بغوس دو نيتواياج دو بوتاي من البلاستيك، جاتنا فيها بزاف ديال الوينات، غادي يلقاوها ب 7 ديال الدراهم اللي هي 140 ريال. كاين ايضا هاد فلتر ديال الزيت فلتر اويل ستار من البلاستيك، جا فيه اللوينات، غادي يلقاوه ب 4 ديال الدراهم اللي هي 80 ريال. بالنسبه لهاد الحاجز الباب بيتي دو بورت، جوج ديال الوحدات غادي يلقاوهم ب 5 ديال الدراهم اللي هي 100 ريال. كاين ايضا هاد الوعاء للخلط بول اميلونجي من البلاستيك، غادي يلقاوه بثمن 12 درهم و90 اللي هي 260 ريال. كاين ايضا هاد الصفايه للشاي زائد الفاصل للبيض باسوار اتاي زائد سيباراتور اوف، هما بجوج من البلاستيك، غادي يلقاوهم ب 5 ديال الدراهم اللي هي 100 ريال. صفايا بمقبض باسوار افيك بواني من البلاستيك، وجا فيها بزاف ديال اللوينات، الواحدة غادي يلقاوها 12 درهم و90 اللي هي 260 ريال. كاين ايضا هاد الصفايا باسوار اللي جا فيها تاهي بزاف ديال اللوينات بلاستيكية، غادي يلقاو الواحدة ب 7 ديال الدراهم اللي هي 140 ريال. كاين ايضا هاد المنظم متعدد الاستعمالات اورغانيزاتور دو كويزين ملتي فونكسيون اللي جانا من البلاستيك كيف ما كنلاحظوا، هذا هو الشكل ديالو، فغادي نلقاوه بثمن 40 درهم اللي هي 800 ريال. كاين ايضا هاد الطقم ديال خلاط يد سي دو ميكسور بلونجون اللي عنده واحد لا كاباسيتي ديال الكاس ديالو 1 لتر، لا بويسونس اللي جا به هاد الميكسور بلونجون 300 واط، غادي يلقاوه بثمن ديال 180 درهم اللي هي 3600 ريال. لا ماتيغ باش مصنوع اسي انوكسيدابل. كاين ايضا هاد المجموعه ديال العلب ديال المطبخ اللي جاونا بثلاثة ديال القياسات مختلفه من الصغير للكبير. بالنسبه لهاد العلب الصغار السعه ديالهم 710 مليلتر، المتوسطين 1600 مليلتر، العلب الكبار 2700 مليلتر. 9 ديال الوحدات منهم غادي يلقاوهم 80 درهم اللي هي 1600 ريال. وإلا عجبكم المحتوى وعجبكم الشرح ديالي الله يجازيكم بخير، ما تبخلوش علينا باللايك وبالاشتراك، ما تزيدوش تشجعونا على إعطاء المزيد، وإلى عرض قادم إن شاء الله.